نعم، يعني روكسانا، نستطيع القول أن العديد من ساحات الاحتجاج تشهد الآن هدوءا حذرا بعد ساعات من الاحتجاجات الصاخبة والحامية التي كانت منتشرة في عدة ساحات في بيروت. يعني بحسب آخر حصيلة للإصابات، هناك 63 جريحا تم نقلهم إلى المستشفيات، هناك 173 تم إسعافهم ميدانيا، كما أن قوى الأمن الداخلي نعت أحد أفرادها الذين سقطوا خلال مواجهات مع المحتجين في فندق لوغري في وسط العاصمة، ومبنى الخارجية الذي كان قد اقتحمه يعني في ساعات المساء بحسب الأنباء الواردة فقد تم إخلاؤه من المتبقين. طيب ليال، بالعودة إلى انفجار بيروت، هل لديك معلومات عن حصيلة المفقودين؟ أين وصلت عمليات البحث عنهم؟ نعم، يعني بحسب آخر حصيلة تقول وزارة الصحة أن هناك 60 مفقودا، تزال أعمال البحث جارية عن جثثهم، وهي الآن يعني في مراحل صعبة بسبب يعني المسافة الزمنية التي فصلت ما بين التفجير وما بين عمليات البحث. طيب، من بين ضحايا انفجار بيروت 43 سوريا على الأقل، كيف يتم التعامل مع الجثامين؟ هناك تقارير يعني عن نقل بعضهم إلى سوريا ودفن البعض الآخر في لبنان، هل لديك معلومات تفيدين بها؟ نعم، يعني هناك إلى جانب 43 سوريا الذين ذكرتهم روكسانا، هناك أساسا العديد من الجثث للتبعيات الأجنبية في عدد من برادات المستشفيات في بيروت، وهم لم يتعرفوا على هويتهم حتى الساعة، وفي انتظار تأكيد هذه الهويات. طيب ليال، سؤال آخر، يعني حزب الكتائب يعلن استقالة نوابه الثلاث من البرلمان، هل أو تتابع هذه الاستقالات قد يعني أن المشهد اللبناني القادم قد يتغير وتدفع بالمزيد من الاستقالات، ولا هذه الخطوة ترضي الشارع اللبناني الغاضب الآن؟ نعم، يعني النواب الكتاب الذين استقالوا بالإضافة إلى استقالة النائب بولا يعقوبيان يرفع عدد الاستقالات من البرلمان إلى 5، إذا أردنا إضافة استقالة النائب مروان حمادي المقرب من وليد جنبلاط، وهذه الاستقالات بحسب يعني من تقدموا بها هي للاعتراض على الواقع السياسي ولتحييد نفسهم عن هذه الطبقة السياسية التي يعتبرونها الآن باتت يعني مسؤولة أمام الرأي العام اللبناني أمام هذا التفجير. هناك تلويح لعديد من الكتل النيابية بالاستقالة، ولكن حتى الساعة لا يوجد يعني أي توجه حقيقي من الكتل المعارضة مثل كتل وليد جنبلاط وكتلة المستقبل وكتلة القوات اللبنانية. طيب، أيضا هناك دعوة من رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، هل ستفرز هذه يعني الأزمة طبقة سياسية جديدة وبرلمان جديد، أم سيبقى الوضع السياسي على حاله؟ نعم، يعني هي الدعوة، قال رئيس الحكومة أنه سيتقدم بها بشكل رسمي إلى مجلس النواب، ولكن يعني إذا تمت هذه الانتخابات على أساس قانون الانتخاب الذي جرت على أساسه انتخابات العام 2018، فالكثير من اللبنانيين يعتبرون أنها ستفرز نفس الطبقة السياسية، لأن هذا قانون الانتخابات هذا يضمن وصول وإعادة إفراز هذه الطبقة السياسية، وبالتالي أساسا من أساس مطالب المحتجين خلال ثورة 17 من تشرين. نعم. أن يتم طرح قانون عادل للانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة وعلى أساس نظام النسبية، وبالتالي قانون الانتخابات والنقاشات حوله هي ما ستفرز الصورة الأنسب للبرلمان. نعم، شكرا عزيزتي ليال خروبي مراسلة اليوم، شكرا جزيلا لك، كنت معي مباشرة من بيروت.